بدأت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط زيارة لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية. خلال الجولة تفقدت الوزيرة مدرسة المتفوقين في التكنولوجيا والعلوم والرياضيات ستام، والتي تأتي في إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما شهدت الوزيرة تخريج 19 رائد أعمال من الدورة الثانية من برنامج أورنج كورنر الصعيد، وذلك لريادة الأعمال، ليصل إجمالي عدد خريجي هذا البرنامج إلى 61 رائد أعمال من محافظتي القاهرة وأسيوط. يمكن الستام سكولز موجودة في أكثر من محافظة، وبتعتبر للدراسة في الجزء الخاص بالعلوم والرياضيات. وكان الحقيقة صباحا يعني مستوى جيد جدا للطلاب، وشفنا قد ايه في عمل يعني جزء عملي تطبيقي مهم جدا بيمهد لهم للجامعة بشكل خاص. بعد كده مع سيادة المحافظ رحنا ايضا تفقدنا مدرسة بتعتبر هي نموذج للمدارس الموجودة في قرى حياة كريمة، مجهود كبير جدا والحقيقة تقنيات متقدمة. حياة كريمة، احنا بنتكلم في 25 مليار جنيه مصري بيتم انفاقهم حاليا في الصرف الصحي، في المشاريع المياه، الصرف الصحي والمياه بس بنتكلم في 17.5-18 مليار جنيه مصري، بنتكلم في وحدات صحية، مستشفيات، بنتكلم مراكز شباب، هناك العديد من المبادرة الرئاسية الكريمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية بيتم تنفيذها فيما يتجاوز 1100 مشروع من في كافة المجالات بيتم تنفيذهم في محافظة أسيوط حاليا.